من هم المشمولون؟ من هم المشمولين؟ أي معاق يحال إلى لجنة طبية، واللجنة الطبية هي من تقرر نسبة، هي من تقرر بأنه هذا يستحق راتب معين متفرغ لو ما يستحق راتب. إيش قد النسبة؟ النسبة 75 فما فوق. عندكم لجنة داخل الوزارة؟ لجنة نعم أكو داخل الوزارة، وحاليا أكو أكثر من لجان موزعين على الكرخ والرصافة تابعين لوزارة الصحة.